أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا. صدى حريريها يعني الشيخ شيخ نور معلم بره جيك ماي مرتنين اها قصده يعني مرتنين كها نبي الله شعيب عليه السلام. نبي الله شعيب عليه السلام عصر جيمي بهاي بعد يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف بعد يكوي وانا ما يبقى دواي يعني قبل موسى هاي نبي الله موسى نكهري ساسو كلا ما يلا راي نبي الله يوسف نقدم به مركان نبي الله شعيب عربها يلا را عربها يلا را أنبياء أنبياء ذا أما قاشو عربتي إيه ما قا عربي لا علماء اللغة مهرنا يهود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم أفرت أصنابي عرب أو إهرام مغاش ومغا عربيته علما أن إسماعيل عليه السلام أبو الأنبياء أيوة. أبو يعني أبو العرب العاربة عربت ما إلا رأي أبو العرب المستعربة إلا رأي لكن أس عرب ما لكن عربت أو مستعربة عربت العربية أو شوهة مرك تازي والسورة أسقعاد يا واي علماء الاجتماع علماء التاريخ ولي كساينو معروف يا واي هي نسبشي ما يقال إلى رأي لأن كان ذريد نبي إبراهيم ما قال ولا رأي ذرية إبراهيم يقال ولا رأي دهذي برشي ابتدي حصوله وعين مهران شعيب ابن ميكيل ابن يشجر ابن مدين يا رايا ابتركاس نوع سه اون حتى علاس مساران سحد سحد رديس بن لكن اولا نقول يمسوما اتا شعيب عليه السلام من ذرية ابراهيم الخليل عليه السلام والسلام قاركم إذا علماء التاريخ ذي ما يقابلنا إنه شيء من ذرية نبي الله لوط عليه السلام إن إيه قابل لكن أن ما أراد أن راجح دواها إن أسئي من ذرية إبراهيم عليه السلام وإلى نبي الله إبراهيم إلهي ما يبقى أسوسي يعني ذرية نبي الله بعد جهبان أكثر شمي هاينها ذرية سهاين ونبي الله سقران كل شيء مركا ميلينا صوري بان الشيخ مرلما هدي انا كنغا افرت النبا او عربتي يكم ايه لقولي صلى الله عليه وسلم لابي ذر عند ذكر الانبياء والرسل ما يري اربعه من العرب يا الرسول ساسير لري هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ذلك ابن حبان يوري ميك لجرت نبي الله شعيب مي مشهور كهاي بالفصاحة وعلو العبارة أنا أيد ملا رأي فصاحة بدن عبارة سنيد سر هيتو هيتي بلاغ حل درنا كهذا لا يلر قوم شيء ما إنكويري إلى الإيمان والإسلام عدة مرات تازير إنكويري لر ساسو كلا نبي الله شعيب عليه السلام قرآن الكريم كي يالله كحسي قرآن الكريم كي يالله كحسي إلى ري عشر مرات ثم مر يا قرآن كما أجي لك شيء إلى ري في سورة العراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة العنكبوت سورة هذا ما أجي هكول أورين إلى ري نصب عام يا جيدا قبيلة رو مدين مدين تم يبوا قبيلة نأت الديجان نأت قبيل نأتى ديجان نأتى أي قبيل ديجان ك أنا قبيل ديجان ولكم ما جاوكر ديجان قبيل ولكم ما جاوكر ولا ما ولا حضارة دتك حضارة ديو
يعني البحر نبض بني آدم كده سويالك والكو قرن أرتد أراد معتبرة كاته أي مثلا ده ما يقدر ده أنا قبيل وان دلو ملك جد قبيل وان دلو دلو وان قبيل شو اسمه عادي مدينة ديجان نت ديجان نت قبيل نت مالي ما جيال كاسكو كم ده يا قبيل كلاسي ساسا كنا لاس مركم مثلا هذا دلو كم قبيل ما قال هاي دول كه قبيل كسلان كم عدره مثلا هاي دول ما قال هاي ما قال دول كاسلا هاي قبيل كسلان كم عدره مركز ساسو مرك مدين هو بعد ليك ده مرة هي قبيلة ومرة هي منطقة إنه ساسو نصوان ونصفاسفان يمهم أهل مدين أربعة هنا لرا ما يدقاين بلاد الحجاز يدقاين لكن شمال الحجاز مما يلي الشام روك الشام علاقات كله وأنا لو روك أنا قصو خليج العقبة قاعن كعقبة العراق وحط حدودا يتميل راي يعني من أردن يا فلسطين يا سعودية أنت أسير عن حدود سقيبكم إذا نقلاس خليج العقبة العراق مثلا نفتح ملاك ديرس سورت كله خليج كاس أتكا ما أوب كسلنا غيره ما خرائط كسلنا غيره كسائن بدل هرب بحر أحمر ك يوم مركع بار صوت لما قاعن يكو باز قاعن ك أنا تي أم بهو ميدك أم بهو مركع أفكار واقو كتوسني ما لري خليج عقبة لري قاعن ك بذي جرون ما لري خليج سويس إلى ره لا والله قاعن دتي روكا كجرون دور الصين إلى ره منطقة الصين إلى ره ودور الصين بيرت إلى راي نقول له موسى عليه السلام إلهي كل هذا الجريء كتال إلى يوم من هذا ساسو مرج خليج العقبة مقالة إيه اللي هي كتال يعني لوكاسة منطقة جغرافية هم يكتوسنها وقوي قلبات المملكة العربية السعودية هي إيه ومال رأي جنوب الأردن المملكة الأردنية الهاشمية كوفرشة هي إيه جنوب فلسطين فلسطين لوكاسو يكوبني مدينة لأرى لوكاس جورين مالن كسجرة أربو كان عان لأرى كان عان تمركون إلى برت قال كونفورت فلسطين يونتي أردن يا هايتي مركب منطقة مدينة لأرى يعني ساسو لوكاسا يا 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 كنولي وأنا ما إن رأيت لكارة أرض معان معان هو ليك ما يبغون أردن قال جديد مركب معان من الضراف الشام وأرمين دوتا لقرى مركلة ديني كلام كدوتا من بحيرة قوم لوط وبدل هرب بحر ميت بحر ميت يعني ده كم أول كسا كفاه ما يعني ومن لعيت فلسطين يعني تيم عند لعيت أردن عند لعيت نمان كاس ما يقدم بينا بعد قوم لوط بمدة طويلة ينورين صونا شيخني بعد قوم لوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وقبل موسى وهارون لكن ما عنده أيت لي رسالة ديس يعني نبغى اسمين نور إلى ري قبيل بعثة موسى عليه السلام نقول شو عمين نور قبيل بعثة موسى عليه السلام بل ما يرانا جبروس إيرنك ورابي أو مركدين بين أو شو إنجين إن أبي يدعوك لجزيك أجر ما سقيت لنا إيران اسمر كازنا أديك عز جبرتيس ناموس كدراي تمسين إيرك عند جاي نفس الشيخ المذكور في القرآن وأبونا شيخ كبير جبر إيران نفسه شعيب كن لكن جاء وسأه يا طبعا مفسرين تقاركم إذا مؤرخين تقاركم إذا يا طبعا مركو لذلك أدرك موسى شعيبا يا ركور مركو هوا بيهذا نتعرفون هنا قد إنه موسى نو شعيب هديري لكن رسالة نو شعيب هريت إلهي مبقى الرأي في سورة هود ميك الرأي هذا الذي نو شعيب ده يقول هذا الآية قبل يصيبك مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد مرس وما قوم لوط منكم ببعيد زمنا ومكانا ما يقول عربتو ما يقولك وضعي قريش نفتهم إلى ري وما هي من الظالمين ببعيد مكان هالك جيد مركز آه.
ومدين قبيلة عرفت بهم وهم من بني مدين إم إبراهيم الخليل عليه السلام ريم عن شيخنا علماء الأنصار ما يقبعنا أري نقول إبراهيم إن لم كوري كلا داره أو كلا إهراو مدين إهراو مرك مدين إم إبراهيم الله إهراو قبعه والله أعلم إلهي بقى. تاريخ هور الله ها يعني كتحف في النص كل على إذا واجبني كده قبيلة لما كون مدين إيه إن من سلالة نبي الله إبراهيم يهجد وفكر فيلواه وإن إذا نواهن واه علما ونويد إنجيلنا إن نبي الله شعيب وسكم هذا نذرية إبراهيم ده ثم يقصون على كاري على ملة إبراهيم الحنيفة وعلم يهريم المجدد رحمة الله عليه وعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا ما رأسه ملة إبراهيم دين تس الحنيفية وقعد فاس إن إلهي شريس عبده الإلهي والبن لوذا جنيل كجير أي مديها كوري كتير تتكاسي قبيل واس إلهي عبده جنيل أهل التوحيد لكن بمرور الزمن دين تيو بدلين إلهي كقالوا وعبدوا غير الله إلهي لن أهينا عبدين صراط المستقيم ككل أحدا ما يد كذي ذي أديدا تنج الزيني ذي يبربرشي يا أيضا كذي ذي نما بع مشتركة أيضا كحال ده رهايا طرق تجارية أو قوافيش كل يوم يقوى بع مشتركة عالم يجي الناس كقولة يحلقاس يا كنترول يعني وأنا قيم كم ذهايا قارهان قناع سجى الناس كقولة باو يمن شام عراق مصر حجاز إيوه أمان قوالاتك يا الآن بدعس مركون مال جعل يما هي غصب إلى رين مكاس إن قلوبتيو يعني كل لاحت اتباع الحق إن حق الله ما إن ديدي حب المال إن ديدي لير هي مال جعل يلا كفر إن الله رين ما يعبد جرنا الأيكة يعبد جرنا وهي شجرة من الأيكة كده أي كي الأهراو ونما كسانو شجرة كمدوا جيت الشمبر هي دور جوك تبودان حلقيه إن الديجان جو سات مسكال ما يكبرها مركا أديهم لوكاسة حول حق داجيفن أي كي كان شيء فن هررا غرزا بكلا شيء فن ما لومي أمسير ميجاكو كي شيء فن ما ونوب هتمر كي بادي تين نورس ونوب شيء فن عيدا وانا تيميل راو أي كهل راو كيو من دريدة من ورا كل راو بقول قبل شيء أنا أرجع نوا كاسكي ليه هذا جيد وين أو جيد جيلا له بليسن ليان أول حرس دوا أول هو سيس دوا جيدا بس عبد جيران geedo asmargu ay kide wareej ma ha wareegsanaayo geedo farabada ay ha wareegsanaayo leer markazaas qodal quraan kariimka ishaare quraanka ishaare marma eray weela madiyana akhaahum shu'ayban yara madiyan ma indirnay walaajo naba shu'ayba indirni yara ma khair madiyan yel ka tilmaamay ma مرمى لاري أصحاب الأي ولقد كذب أصحاب الأي كتيل مرسلين رأي لاري أصحاب الأي كيالك مقاوة إي كذا السالشة اللغة العربية لان لا جيد لانتي سالري جيد اللامو جيتا إي كيو لاري قول مثلا خطبة كخطيبين تميكو ديس فصلوات مهرانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ناحت على أيك الحمائم يدي اسمع خذوا قارم ذهران ما ناح قمري على الأغصان وما ناحت وما ناحت على أيك الحمائم نعم محمد نبيجين على كل شيء الأول أنت قل لي به لان إلي أنت كويرس قل لي ما قالون رجيدون قيدون إلي أنت كراسو كويرس إما كوير قبت قيام كوير قبت مرجلا قيامه بونك كود كل يوم جيران لكو عالم كنا لكو دبر رجعو
أول كوجد يوم يجا لك جيد